سمك مشوي بالردة، عندي توم مفروم وعصير ليمون وخل، بقدونس وشبت، طماطم، فلفل حار، كزبرة خضرة، كزبرة ناشفة، زيت، ردة، شرايح ليمون هنقدمه مع الليمون المشوي. عندي التوم بقطعه بقشره، قصدي الليمون بقشره. ماشي، جود جود. طيب كده هنا ده الجارليك، قصدي التوم اهو، توم كرانكستر، توابل سمك وكمون، كزبرة نافشة، قصدي ناشفة. بعد كده سولتان بيبر، حبة خل، حبة ليمون، وادي حبة زيت. بعد كده يا سيدي شوية من البقدونس، شوية من الكزبرة، شوية من الشبت. تمام كده يا سيدي، ده اللي قلبك داب في ايدي. قوم بقى ايه، فعكتهم كلهم مع بعضيهم اهم. بص بقى يا سيدي هنعمل ايه، نجيب السمك بتاعنا كده، هو المفروض ما يتفتحش لكن اهو حبة كده، اهو قال لي يعني هو انت ما جيتش غير في حبة السمك البولت وتشبط فيهم؟ قلت له اه. كده ادي شوية تاني هم، هعمل ايه بقى يا سيدي؟ ممكن اخليهم كده في التلاجة ساعتين، ثلاث ساعات، نص ساعة، ساعة. الدقة اللي انا بطف بيها السمك لما يطلع من الشوي، ادي بصلايا مع الخلطة اللي احنا عملناها الجميلة، قرنين فلفل اهو كده، وازود شوية كزبرة وشوية خضرة اهو، وادي الطماطم بتاعتي كده، ادي الردة بتاعتي اهو. اهم حاجة احافظ على الحشو اللي جواه. وهدخله كم الحرق في الفرن، هو هيتحرق في الفرن هيبقى حلو قوي. حبيبي يا رسول الله. هيتحرقوا في الفرن. حلو، دي الخلطة بتاعتي اللي هتأكلني السمك، أهم حاجة حبة الدقة دول.